السلام عليكم امهاتي الكريمات، على بالي بلي راكم تقراو في الفيديو تاع الامتحان الخاص بالتربيه الاسلاميه. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما راكم تشوفوا الوضعيه الاولى داروا لهم سوره النبأ. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا والى اخر الايه حتى وجنات الفافا. وهنا يقول لك الوضعية الثانية على الخلفاء الراشدين. راكم تشوفوا على الخلفاء الراشدين هادو هما. والوضعية الثالثة الوضعية الإدماجية تهدر على قال لك أنا شد انتباهك يتيم يعاني من سوء معاملة زملائه له فتأثرت بذلك ورحت تتحدث إليهم عن قيمة المودة والرحمة بالغير. هنا صافي راه يهضر على المودة والرحمة. صافي ثلاث وضعيات، واحدة تهضر على سورة النبأ الوضعية الأولى، الوضعية الثانية تهضر على الخلفاء الراشدين، والوضعية الثالثة تهضر على المودة والرحمة. هذا هو السوجي تاعنا. نتمنى ولادنا يخدموا ان شاء الله ويفرحونا، وان شاء الله ما تقلقوهمش. راكم شايفين ولادي ما اخواتاتي ما تقلقوش ولادكم باش يكملوا غدوه ومغدا ان شاء الله، وربي معكم ومعانا ان شاء الله ومع وليداتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.